لولا اعتراف الغرب بإسرائيل لما كانت اليوم دولة. لنقدر نناقش هالموضوع بدنا نبلش من كيف بتتأسس الدولة أساساً. بتتكون الدولة من عناصر عدة ولكن أساسية لشرعيتها، وهي أولاً العنصر البشري أي الشعب، ثانياً العنصر الطبيعي الأرض والحدود المائية والجوية، ثالثاً العنصر التنظيمي المسؤول عن تنظيم مجتمع الدولة وما هنالك، رابعاً العنصر المعنوي أي إن تكون دولة مستقلة وبتتمتع سيادتها. ولكن بيبقى عنصر أساسي كتير مهم لتصير هالدولة قائمة ومش مجرد كيان مادي، وهو الاعتراف الدولي بكيانها، وبمعنى تاني يعني إقرار الدول الأخرى بوجودها، التعامل معها والسماح لها بممارسة سيادتها الخارجية واعتبار عضو في المجتمع الدولي. دقيقة، يعني مش قوة إسرائيل وجرائمها وبطشة هن اللي عملوها دولة؟ لا، لأنه لو ما اعترفت العالم فيها ما كانت حتصير موجودة. إسرائيل تم الإعلان بأنها دولة قائمة تتمتع بالسيادة المطلقة ب 14 مايو أيار سنة 48. اليوم 163 دولة بتعترف بإسرائيل من أصل 193 دولة، وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة بتعترف بقيام دولة إسرائيل، وهذا الشيء حتى قبل اعتراف الولايات المتحدة. نعم، الاتحاد السوفيتي اللي بعدين صار الداعم الأكبر للدول العربية بحروبها ضد إسرائيل، بس هذا ما بيمنع أنه من 48 لهلأ كانت الدول الغربية هن أوائل الدول اللي اعترفوا بإسرائيل ودعموا. يعني باختصار نفس الموقف الغربي اللي عم نشوفه هلأ هو نفسه من بداية ظهور الكيان الإسرائيلي. فببساطة ما تستغربوا ليش سكتين.